نسجفكم كاملين من فوق شوية من فوق شوية من فوق شوية. ايوا واحد السلام عليكم اخوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير حبابي. وفين ما كنتوا داخل وخارج ارض الوطن، فين ما كنتوا اخواني اخواتي، كان بغيكم ونموت عليكم خاتكم فوق شوية ديما فور فور. المهم خوتي وخواتاتي، قبل ما غادي نبدأ لا فيديو ديالنا ديال اليوم، فكان بغي ان نقول لكم اخواني اخواتي انه قناتي الثانية اللي رجعتها للوصفات الطبيعية للوجه والجسم والشعر اخوتي، ما بقاتش سميتها فوق الشواية الثانية لوصفات المشاهير، لا لا اخوتي لا لا، ولات اسمها هند بيوتي على الاسم ديالي الشخصي. ايوا اخوتي تانا نولي بيوتي، ايوا ماشي غا هما اللي تبيوتاو، كنا نتبيوتاو وكنا نوليو بيوتي، مالي ما نستاهلش نكون بيوتي وانا بيوتي اخوتي. ايوا المهم اخوتي غنخليكم رابط القناه الثانيه بيوتي هند بيوتي، غنخليها لكم في الوصف وغنخليها لكم حتى في التعليق اللي غنثبتوا لكم ان شاء الله، وغنخلي لكم فيه رابط القناه اللي ان شاء الله غادي تكون غنقي، نحاول نقيها لكم باش ما يبقاوش فيها فيديوهات الاخرين ديال الاخبار، وغنحاول نرتب لكم غير الوصفات فقط. ايوا ما تنساوش تدخلوا وديروا اشتراك. المهم خوتي هندوزو الفيديو ديالنا والموضوع ديالنا ديال اليوم اللي غنتكلموا على الكوافوره. ايوا يا الكوافوره، وقالت لكم تحرشوا ليا ببنتي، تحرشوا ليا ببناتي، بنتك عندها 8 سنين اش قاعده دير في الانستغرام؟ عجروا عليكم اليوتيوب وسد لكم القناه، وانتوما تجريو تقعطوا هزيتوا على شراوتكم وجلالبكم وقعطوها الانستغرام وفتحتي الحساب البنت عندها 8 سنين. هو انا على حساب علمي انه 18 سنه، وحتى لفتحتي على 13 سنه ممكن الانستغرام يدير عين ميكا، عين شافت وعين ما شافت، ولكن 8 سنين هنقصتي 10 سنين كامله. ايوا هادشي اخوتي لا يعقل، لا يعقل اخواني اخواتي هاد المهزله اللي ولينا كنشوفو فيها. ايوا السيده كتنعس وتفيق واللي ضاربت معاه ولا اللي بغات تضارب معاه تقولك تحرش بيا، تحرش بيا وتحرش ليا ببناتي وكيتحرشوا بيا والتحرش، حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا بغيت غنعرف اختي واش عندك شي طلعه اخرى زيده، انا بغيت غنعرف اختي واش فيك شي حاجه ما كايناش في العيالات اللي انتي كلشي كيتحرش بيك، تحرش بيك شيخك اللي شي فوق راسه وبط راجلك ما خليتي الاحترام انت شي قنت، تحرش بيا شيخي ويلي حشومتك تا المعاوده، حشومه تا المعاوده تقولي شيخي تحرش بيا، الراجل سنين وهو هازك هو ومرتو هازينك ويصرفوا عليك ويوكلك ويلغجولك ترد دق دق الباب هالباب ما يخرجكش، ونطي تقولي تحرش بيا ماشي حشومه. اشنو خليتي البنيات كيقولوا في جدهم؟ جدنا تحرش بيمنا، حشومه المعاوده حشومه المعاوده. واش انت عندك البوز بالتحرش؟ واش عندك البوز انت يا هو التحرش ويا طندوس هو التحرش؟ تحرشوا بيا، تحرش بيا لوسي، تحرش بيا شيخي، لوسك ما قلتيه شويه وتولي تحرش بيا مول اليوتيوب، مول اليوتيوب تحرش بيا خوتي كنعجبو في الفيديوهات لاني انا عندي التصوير زوين. تعرفوني كندير داكشي زين، داكشي زين تبارك الله، داكشي زين ويحمر الوجه. واش غنقول لك؟ اش غنقول لك؟ اش غنقول لك يا بيوطي؟ اش غنقول لك؟ اش غنقول لك؟ راكي شمتي 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 شمتي، تعديتي على داك الولد، تعديتي عليه علاش؟ حقا ما حقا قال لها بنيتك زوينه تبارك الله، وكان شي واحد عنده هاد البنيته ما شاء الله، تخيل مع راسك عندك بحال هاد البنيته زوينه ولابسه هكا وغزاله، عادي عادي اختي
انا كنكون مخرجه بناتي في الزنقه، كلشي الناس كيطيحوا يبوسوهم ويقولوا تبارك الله اختي ما شاء الله، الله يا اختي دعي معايا ربي يسهل عليا راجل ومراه، حق مول انا خوتي لا رجال وعيالات، يقولوا لي دعي معنا اختي حتى حنا ربي يسهل علينا نولدو شي بنيه ولا شي وليد، والله العظيم اخوتي لا رجال باش لاغمهم ويطلبوا مساكن. الناس ملي كيشوفوا الوليدات ودوك الخصوص اللي كيكونوا مشتاقين مساكن كيكونوا حامقين على الوليدات، قال ليك سال مجرب ولا تسال الطبيب، كاع اللي والده ويتلاقاو الناس في الزنقه راه كتحس بالناس اخرين اللي ما عندهمش الكبده. ايوا اخوتي هاد السيده طغات وبلا قياس ولا عندها البوز هو التحرش، وحقدت ليا كلياني ودات ليا كلياناتي. عندهم اخوتي تقيسهم في عينيهم ما تقيسهمش في الكليان، ما تقيسهمش في الكليان. هاد السيده هادي فريمون طغات ولا تسحب اليوتيوب ديالها، احقه ما حقه نوضوا يا القنوات وهضروا علينا، نوضوا كبيره وصغيره تقعدوا تقعدوا ونوضوا هضروا علينا. ياك اختي خدامين عندك بالشهريه، خدامين عندك بالشهريه وتعطيهم في الماندا، تنوضي تجمعي ونوضي تقعدي، اللي حرقاتو النفس راه غينوض يهضر، نوضوا هضروا علينا حقه ما حقه باش نتلفوا الاخرين على ندى حاسي اللي غادي تفتح الصالون ويجيو عندها الصحافه وغادي دير البوز وتطلع في الطوندونس، هم متهوي لها وحده هي وفيديوهات غيطيحوا في المشاهده. واش غنقول لك اختي اش غنقول لك، التحرش وما يدير. شتي عامنين حطيتي الباطل على شيخك ولوسك انهم تحرشوا بيك يا مانويلا، اي مانويلا يا مانويلا يا مانويلا، تحرش بك شيخك وتحرش بك لوسك، صافي غسلنا عليك يدينا. انا والله القسم اخوتي الا كانت بقات فيا بقات فيا وقلت وقيلا ناسها ظلموها ظلموها، الساعه هاد السيده هادي ظالمه ظالمه وكتعاود نفس السيره ديال الحمزاويه، نفس السيره ديال الحمزاويه اخوتي. هاد السيده هادي طغات واللي يهضر عليها يقول لك تخلق الحبيب بيس، الحبس بيناتنا القانون بيناتنا اختي، راه القانون ماشي انت اللي كتعرفي ليه، القضاء راه ماشي راه خدام عندك، ايوا تي جمعي راسك شويه، جمعي راسك شويه وعرفي تي مع من، راكي مع المغاربه والعجرافه، راه ما نفعاتش في اللي سبقوك، راه اللي سبقوك راه ما نفعت شي معاهم، راهم جالسين محكومين بالحبيب بيس وغيمشيو له، ولا بقيتي زايده فيه طغيان وراه ماشي لصالحك. شوفي على اليوتيوبرز المصريين شنو وقع عليهم، الحبيب بيس ومهددين بالمؤبات، ايوا فكاي من وحلتي قال لك اللي دارها بيديه فكها بسنيه، التاجري ببناتك وثمان سنين من الفكه تقول فيها وتعاود تقول فيها وتعاود، خاصك تعرفي انك راكي غالطه مليون في الميه غالطه غالطه، وبغيتي تعدي على داك الولد ومشيتو جبتو تصاوره، باش من حق جبتي ليه تصويرتو، باش من حق حطيتيه في السوشيال ميديا وهو ما تيبانش، انا بعدا ديريها ليا ويلك با، والله يا بنيتي ما نتفك معاك، اي ما نتفك معاك، يجيو الجدارميه يفكونا، الجدارميه هما اللي غيفكوني معاك، ايوا ويزغبك مولانا ولا يزغب شي واحد مولانا ويجبد ليا تصويرتي، والله يا حبيبتي لا تفكيت معاه، الجدارميه يفكونا نشنق عليه نموت ليه في عنقه في عنقه نموت ليه. ايوا اخوتي خليتكم على خير، تلاقاو في فيديو اخر، تلاقاو في فيديو اخر، تعدو راه ما يبغي حد فوق الشوايه، راه ما تبغي تعدو الشوايه، راه ما تبغي الظلم، هو اللي طاح في المقله يتقلى، والله يا بوه تنشوي على اليمين وعلى اليسار. خليتكم على خير، ما تنساوش اخوتي تدخلوا القناه الثانيه الوصفات الزين الزين كاع اللي بغات زيان، كاع اللي بغات زيان وطبوقص طبوقص، كاع اللي بغات تغلاض واللي بغات ضعاف واللي بغات زيان واللي بغات طبياض واللي بغات ما عنديش على التحرش، التحرش راه ما تلقاوه عندي، واخا انا غنولي بيوتي هيند بيوتي. ايوا اخوتي خليتكم على خير والسلام عليكم. سمعني.